المركز هو جزء من ايتيدا، لو انتم فاميليار بايتيدا اللي هي هيئه دعم الصناعه، صناعه اي سي تي، واحنا ككل اندر ذا امبريلا او افيليتس لوزاره الاتصالات. كنت هتكلم على النهارده دور الحكومه في او في دعم رياده الاعمال او الانوفيشن او ذا رول اوف جوفرمنت ان سبورتنج انتربرينورشيب اند انوفيشن. المركز ابتدى بحاجه صغيره خالص في 2007 اسمها حضانه او انكيوبيتر. الموضوع ده طبعا كان ترندنج في اوروبا وفي امريكا بس ما كانش موجود في مصر خالص. ففي فيجنري فكر ان احنا لازم يكون عندنا انكيوبيتر في مصر لاحتضان الافكار الاي سي تي. بعد الحضانه كبرت شويه وبقت قسم، وده على 2010 جاء الاوباما سبيتش اللي قاعد يتكلم فيه عن كلمه انتربرينورشيب، وساعتها كانت كلمة جديدة جدا، حتى ما كانش ليها ترجمة، ما كناش عارفين حتى نعملها spelling أو pronunciation. ومن هنا جاء فكرة ان احنا طب لا، ده احنا مش بس لازم يكون في حضانة، ده لازم يكون في مركز بيدعم الفكر الكامل بتاع الـ entrepreneurship والـ innovation في مصر. ومن هنا اتولد المركز في 2010، هو بقاله 3-4 سنين، which means ان هو نفسه is a startup. انا very proud ان انا جايه النهارده اتكلم عن الموضوع ده. انا اصلا اسكندرانيه وخريجه هندسه اسكندريه، هندسه مدني لا تموت الى تكنولوجيا او انوفيشن باي شكل، بس في فتره معينه قررت ان انا عايزه اشتغل في اكتر حاجه بحبها اللي هي الانوفيشن او مانجمنت اوف تكنولوجي، اند ذس از وات بروت مي لان انا اشتغل في دعم رياده الاعمال في المركز. انا كنت محضره شويه statistics to prove ان في حاجه something's happening في الاي سي تي اندستري ان ايجيبت. احنا من سنه 2005 ل 2013 تقريبا كان في 1800 شركه اي سي تي، بقوا 5600 شركه. and this is طب كويس، and this is the latest statistics من اخر 2013. الريفينيوز tripled او ثلاث اضعاف، من 25 بليون في 2005 ل 75 بليون. اند الكونتريبيوشن تو ذا جي تي بي، ودي اكتر حاجه مهمه، طلعت من 2.4 ل 3.4. واحنا فيري اوبتيمستيك في الوزاره ان احنا ان شاء الله باي 2020 هنوصلها ل 7%. وي هاف ا استراتيجي وي كول ات اي سي تي 2020، وفيها بيلر رئيسي للانوفيشن والانتربرينورشيب. واي ليه entrepreneurship ليه innovation؟ طبعا انا مش هقدر اتكلم عن ليه innovation، دكتور احمد طنطاوي already خاض في الحته دي هي. So why entrepreneurship؟ entrepreneurship is the easiest and not easiest but the cheapest way for employment creation. الهدف المركز في انه يدعم رياده الاعمال هو خلق فرص العمل. الستارت اب لو الشركه الناشئه بتعمل اول ما بتتولد بتعمل تقريبا اربع فرص عمل اول ما تخلق، اللي هي السي او سكرتري بتاعته وفي اثنين بيشتغلوا معاه، فدي دول اربع فرص عمل. بيطلع من كل فرصه ان دايركت امبلويمنت which means 4 times 4 16 for each startup created. الكوست اوف ال per يعني job created is so much cheaper عن ان انا اعمل مشروع قومي. انا مش ضد طبعا احنا مشروع قومي يبقى فيه مليون فرصة عمل، بس at the end of the day the cost is much less. ده number one. Number two, innovation is the only way forward. يعني احنا مش هنطلع برا الازمة اللي احنا فيها دي الا اذا احنا تحولنا الى innovative country, innovative citizens and an innovative government. This is the only way out of المحنة اللي احنا فيها الحالية دي. ولو قسنا على كل الشعوب اللي قبلينا اللي كانت في محن زي دي, they found their way out من خلال innovation والentrepreneurship. الentrepreneurship هي ال let's say it's the vehicle او الحاجة اللي بتقود ال innovations اللي بتطلع مفروض من ال innovators وتحولها الى wealth, تحولها الى فلوس, تحولها الى حاجه بتتباع وبتتشرى وبتعمل فلوس, فلوس للشخص ذات نفسه اللي هو الانتربرينور وللشركه بتاعته, وفاينالي ويلث للجوفرمنت كلها. فاينالي الحاجه المهمه جدا انك انت لما تعمل شركه وتدعم الشركه دي لمده 4 أو 5 سنين اللي هي عمر الستارت اب, وبعد كده هي تتحول الى شركه
صغيره او ميديم اس ام اي، فهي هتعمل حاجتين. اول حاجه هترجع وتدفع taxes which means that the money is entering re-entering الخزينه بتاعه الدوله تاني. So this is a pipeline of money. الحاجه كمان المهمه ان لما نشوف التاريخ هنلاقي ان احدى الاسباب اللي خلت الاقتصاد بتاعنا kind of يترنح بس not completely to fall ان it's built على مبنيه على SMEs، حاجات فريجمنتد صغيره صغيره جنب بعض، لما تيجي واحده تقع اتنين ثلاثه يقعوا you still can balance، غير لما تكون economy قايم على مالتي ناشونالز بيلرز كبيره، لو شلت بيلر منهم الدنيا كلها تقع. فالفريجمنتيشن بتاعت الاس ام ايز دي از اكشلي something important و something بخلينا احنا قلنا لازم ندعم رياده الاعمال. الموديل اتبنى على ان احنا we want to facilitate enable support and develop. احنا مش هننوفيت اورسيلفز، ده بعيد عننا تماما، لكن احنا عايزين ننيبل المجتمع اللي احنا عايشين فيه او مصر از هول والسيتيزنز اللي فيها ان هم يتحولوا الى انوفاتيف سيتيزنز، وبالتالي يطلعوا يبقوا انوفيتورز وفي الاخر يكون عندنا ان انوفاتيف كونتري. ده مبني على بعض الاشياء اللي هي هاو تو نزيد النوليدج والانتربرينوريال سكيلز عند رواد الاعمال، ازاي اصلا يبقى في اويرنس ان انا بدل ما اطلع ادور على شغل عند في شركه او اشوف البلد موفره لي فرصه عمل ولا لا افكر ازاي انا اشتغل، ازاي اخد المشروع التخرج بتاعي بدل ما هو يكون مشروع تخرج ومحطوط في الاخر على الشلف واقول انا اتخرجت بامتياز بمشروع التخرج، ان انا اخد المشروع واعمله وبالتالي اخلى فرص عمل وبالتالي انا ابقى سكسسفل والسكسس ده يعود على الشركه. ازاي نعمل ده وازاي نحول الانتربرينورز بعد خمس سنين من انهم ستارت ابس انهم يتحولوا الى اس ام اي، وكل ده مبني على حاجه فيري امبورتنت ان احنا نفوكس على الانتلكشوال بروبرتي. الانتلكشوال بروبرتي هنا مش معناها بس ان انا اسجل بيتنتس، although دي حاجه مهمه جدا لان احدى البيلرز اللي بيقوم عليها الانوفيشن اندكس هو عدد البيتنتس المسجله، واحنا ما عندناش الكالتشر دي، ما عندناش الكالتشر لعده اسباب، ما عندناش كالتشر عشان الموضوع اصلا صعب وتايه، انا اسجل بيتنتس فين ولو رحت سجلت البيتنتس از هاو تو درافت ا بيتنت واتس اكسبنسيف تو درافت ا بيتنت، مش اكسبنسيف عشان الكوست بتاعها رخيص جدا اكشولي يعني ات كوست 250 باوندز، بس هي الفكره كلها ان الدرافتنج اتسلف از فيري ديفيكلت، بتروح اف يو درافت اون يور اون وانت كتبت حاجة بتروح تلف وترجع تاني وتدفع 250 في 250 في انا يعني عندي cases up to 9 years قاعدين they try to patent، ولو خدت ودرحت اللوير متخصص it's very expensive، فيش ستارت اب في الدنيا هيكون عنده شوية فلوس هيحطها في IP. And we found out دي حتة مهمة جدا ان احنا نفهم IP واهميته ويتسجل فين وازاي يتسجل، وفوق ده كله والاهم من كل ده ازاي اعمل استراتيجية للIP، يعني ازاي how to make money out of your IP، ازاي اطلعه وهل دو اي لايسنس ات، هل انا اخبيه، هل انا ابيعه اما ان انوفيتور اللي انا مش عايز ابقى انتربرينور ابيعه وخلاص. فدي كل الاليمنتس اللي احنا شايفينها في السلايد دي قايمه على فكره برضو ان الانتلكتشوال بروبرتي اند هاو تو فوكس اون ات. Our roles depend on ان احنا متقسم عندنا جزئين، جزء for innovation support وده ما بيشملش ال startups only، بيشمل startups academia and SMEs. الفكرة من انت to offer innovation support انك we want to create an innovation ecosystem في داخل الشركة نفسها الشركات القائمة already ال SMEs، وان احنا نشوف دلوقتي في حاجة اسمها innovation assessment يكونوا عند اي level من innovation ونحاول نخليهم يروحوا level اعلى وlevel اعلى وlevel اعلى. ال entrepreneurship support وده التركيز بتاعي واللي انا هتكلم فيه النهاردة. It's very important here to put بس يعني نقطة مهمة جدا ان احنا الفيجن بتاعتنا ان احنا شايفين ان في مصر will be a hub for entrepreneurship، زي ما هي كانت يوم hub للسينما وكل اللي كان عايز يتفوق في السينما comes to Egypt، احنا عندنا الامل ان احنا في يوم من الايام اذا انت عندك product جديد وعايز تقومه you will come to Egypt، هتبقى الهب for at least the MENA region and the Arab world. والفيجن بتاعتنا في ان احنا يعني it's not just any innovation it's technology innovation and entrepreneurship. ده ملخص للحاجات اللي احنا بنعملها في المركز. متقسمة زي ما انتوا شايفين كده at the beginning innovation management وده اللي اتكلمت فيه في الاول. It's the innovation management tool assessment tool احنا واخدينها من improve in Europe.
بس عملنا لها شوية customization عشان تبقى fitting أكتر للكالتشر بتاعتنا. The service is free of charge. أي SME بتيجي عندنا تقول أوكي أنا عايز أعرف أنا how to become more innovative, لأن إحنا لأن هو فهم خلاص إن هو to be competitive in this world هو لازم يفضل innovative. ازاي ابقى innovative, have to create this culture, ازاي اخلي الامبلويز اللي عندي innovative, بنيجي بنعمله الاسسمنت ونقوله والله انت there's a rank from 1 to 5, انت حاليا ranked 2, عشان نوصلك from 2 to 3 انت محتاج 1 2 3 4 5, والخمس حاجات دي are again subsidized up to 90% مدعمة مننا للشركة اللي هي قررت انها تعمل الدعم ده. وبعد ما بنديلها الفوكس او الحاجات اللي هي تخليها اكثر ابتكارا, بنرجع نعملها اساسمنت تاني عشان نتأكد هي وصلت لتلاتة ولا لا, واذا حابة انها تكمل وتوصل لليفل 4 or not. We do also a lot of competitions او مسابقات. فكرة المسابقات جات ان احنا لما جينا نفكر ان احنا عايزين نعمل entrepreneurship او ان يكون في innovators, لقينا ان البايبلاين او الماسوره, سوري يعني في اللفظ, الماسوره مش مليانه. It's very difficult احنا نلاقي entrepreneur ونقول له تعالى احنا هتقعد عندنا for free وهنعلمك وهنساعدك ونديلك funds, مش كتير. It was very difficult to find an entrepreneur. فقلنا اوكي احنا لازم نشتغل من الاول بقى, من البدايه كده نحاول نعمل competitions مع الناس في الاول, في developers في الجامعات, ساعات الستودنتس ايفن في المدارس, عشان ننمي عندهم الفكر الانتربرينوريال وعشان نعمل يعني نشجعهم ان هم يايديت. من التلات حاجات اللي احنا شايفينهم دول, هاك فور موبايل دي بتتعمل تقريبا تلات مرات في السنة, بنختار ثيم معين ونقول اوكي we're going to نعمل هاكينج لمدة 2 or 3 days لحاجة معينة, tourism, education, عشان نحل حاجة يعني مشكلة قائمة في البلد. ابتكار targets مشاريع التخرج, دي البرايزز بتاعتها كلها بتكون جاية in partnerships مع شركات مالتي ناشنال زي فاليو وفودافون, ودي في الدورة الثالثة ليها. واخر واحدة اللي هي ICT for innovation, دي targeting startups والاسم ايز, الشركات اللي اوريدي قائمة وregistered واللي عملت فعلا ابتكار, وبنحاول نديها دعم عشان to continue innovating. There is the part of capacity building, وده بيتعمل اسمه Innov Egypt, and ده بيتعمل في الجامعات المصرية لسنة تالتة, بيتكون من 6 أيام. الفكرة كلها ان احنا بس يعني زي ما والله لومط كده في دماغ العيال, ان في على فكرة كلمة innovation, حاجة اسمها innovation management, في حاجة اسمها entrepreneurship وريادة اعمال, وفي حاجة ونعمل معاهم ideation session, يعني ايه how to ideate, ازاي تفكر, ازاي تبتكر افكار جديدة, ازاي انت ما تطلع بره. مثلا احنا متعودين ان في كليه الهندسه يعرفوا بعض, بس لا, ده لازم هندسه تشتغل مع بيزنس وتشتغل مع طب, والديفرنت ديسيبلينز دي هي دي اللي بتطلع الافكار الكويسه. الستارت اب سبورت بروجرام از ا بروجرام بيجي في لمرحله ما بعد الانكيوبيشن, بعد الاحتضان. الستارت اب سبورت بروجرام بيدعم الشركات اجان اللي هي من 3 سنين ل 5 سنين, وده هنتكلم ان ديتيلز عنه كمان شويه. في عندنا جزء من السيرفيسز بيقدم للتكنيكال سيرفيسز, اند ذس انكلودز ان مثلا لو في حد انتربرينور جاي وبيعمل وفي انكيوبيتد عندنا او محتضن وعنده مشكله تكنيكال, هي هاز ا كلاود كومبيوتينج لاب تو دو ذس, عندنا فابريكيشن لاب عشان تو هيلب هيم فابريكيت. الانكيوبيشن بروجرام ده برنامج احتضان, ده البرنامج اللي احنا ابتدينا بيه اصلا. البرنامج ده بيبقى سنه, بندي 120,000 جنيه للشركة على شكل services plus مكان لعمل الشركة, internet connection, telephone lines, he can buy equipment for prototyping for a year. لو هو الانوفيشن بتاعته شوية البروتوتايبينج بتاعها بياخد اطول, فاحنا ممكن نعمل extension لyear and a half, بس دي بتبقى case by case. We have some collaboration events. B2B is very important, networking is very important, فبالتالي احنا بنعمل حاجة اسمها mobile monday. ان شاء الله we have been having mobile mondays في كايرو بقالنا سنتين ثلاثة. We're going to have the first mobile monday in Alexandria ان شاء الله بتعاون مع دكتورة غادة الخياط هنا in اسكندريه, in this surprise for دكتوره غادة. بس ان شاء الله we're going to be doing it in 2015. And finally the acceleration program, when
ما حد الموبايل ماندي هو ايه؟ الموبايل ماندي از ا ثانك يو فور ذا كويستشن. الموبايل ماندي از ا جلوبال ايفنت. اتس دان افري ماندي ذا فيرست ماندي اوف ذا مانث. عشان كده سموه موبايل ماندي. بنجمع الموبايل كوميونيتي من اول الانتربرنور وستارت اب لغايه المالتي ناشونال، وبيكون عندنا ثيم. يا بنتكلم مثلا عن موبايل ماني، بنتكلم على ام هيلث، ماركتنج اون موبايل، ادفرتايزنج اون موبايل، وبنختار الثيم. وي برينج اول ذا نتورك توجذر، واتس فيري شورت فيري لايت، بتبقى اوفر بيتزا اند درينكس. واهم حاجه فيها ان النتوركينج اند بي تو بي. الفكره كلها ان المالتي ناشونالز او الناس اللي اوريدي كبيره تساعد وتتعرف على الانتربرينور الصغير فتساعده وتشده يعني معاه. فان شاء الله وير هوبينج ان تو هاف وان ان الكساندريا سون. ذن ذا اكسلريشن بروجرام ويتش اي ويل بي توكينج برضو اجين ان مور ديتيلز ناو بيكوز اتس بارت اوف ذا انتربرينورشيب. ذس از ذا اليمنتس اوف ذا ايكو سيستم، وده اللي احنا بنينا عليه السيرفيسز بتاعتنا. ابتدينا بالايفالويشن والاسسمنت، اند ذس از واي وي هاد الكومبيتيشنز زي الموبايل هاكاثون، زي الابتكار. وي نيد تو اسس الانوفيتورز، اسس الانتربرينورز، اسس ذير ايدياز. ستارت اي تي ايفالويتس بزنس بلانز، بنشوف البزنس بلان كويسه وحشه، ايه الليفل بتاعها، ايه اللي ناقصها. بعد من ده بيفيد الانكيوبيشن، which is physical فعليا incubation جوه الانكيوبيتر. ودول عندنا مكانين، عندنا انكيوبيتر في القاهره وانكيوبيتر في اسيوط، الاثنين الساعه بتاعتهم together is 17. Then we have what we call a pre-incubation phase، وده الاكسلريتور بروجرام، ودي بتبقى مرحله قصيرة شوية قبل الانكيوبيشن، ودي هشرحها ان ديتيلز. وبعدين البوست انكيوبيشن، بعد ما يتخرج مش عايزين نسيبه، هو لسه بعد ما يتخرج عنده سنة او سنتين، لسه صغير بيحبي. If we leave him he's going to die. What we do is ان احنا بن customize specific programs عشان نساعده. مشكلة ان احنا لما ابتدينا بالثلاث حاجات دي اللي هي competitions for اللي هم كل اللي جوه الدائرة الكبيرة، evaluation, pre-incubation, post-incubation and physical incubation، لقينا ان احنا في challenges معينة وقعنا فيها. اول حاجة الflow of entrepreneurs، البايبلاين اللي اتكلمت عليها very low، مش عارفين نعمل ايه. اليونيفرسيتيز مفصولة عننا، احنا مش وصلين لهم تماما ومش عارفين نحتك بيهم. المشكلة في الgovernment، انا من الجوفرمنت، يس انا ريبريزنت ذا جوفرمنت، ذير از ا بروبلم، في بوليسيز محتاجها الايكو سيستم اتس نوت ذير. وفي كابيتال فاينانسنج، السايكل عشان تنتهي الانوفيشن سايكل ذير ماست بي سم كابيتال، اند ذيز ار ذا بروبلمز اند ذا تشالنجز. عملنا ايه او بنعمل ايه، بنشتغل عليهم. اول حاجه فور ذا انتربرينورز، ابتدينا نشتغل مع ال يونيفرسيتيز في البرنامج اللي هو في كاباسيتي بيلدينج اللي هو انوف ايجيبت، وده بيقدم بس لسنه ثالثه. حاليا وير جوينج تو لانش ان 2015 نفس البرنامج بس فور سكولز. هنحاول نشتغل من سن اصغر كمان تو بروموت فكره الكرياتيفيتي، ليتس نوت كول ات انوفيشن في الليفل ده، بس ليتس كرياتيف، بي كرياتيف. مش عايزين نفضل بقى اسطمبات التعليم اللي بيوصلنا ان احنا كلنا شبه بعض ده. ف وير جوينج تو دو ذس. Needless to say, يعني I'm sorry to say this, بس في الفترة الثلاث سنين اللي فاتوا we wanted to change the curriculum. كنا عايزين ندخل innovation and entrepreneurship جوه المناهج في public schools. هي already موجودة في private schools. Private schools or private universities are much more easier to نحنا نخترقهم. It was impossible. يمكن عشان ما عندناش برلمان أو whatever. بس ثلاث سنين فاتوا كان صعبين جدا. I hope إن في المستقبل نقدر ندخل ده في المنهج الأساسي، في curriculum أساسي للpublic universities. So what do we do? اشتغلنا parallel، بقينا نشتغل في اجازه الصيف واجازه السبرينج عشان نديهم الانتربرينورشيب 101 وانوفيشن 101. يونيفرسيتيز، عملنا ايه تاني مع اليونيفرسيتيز عشان نتعامل معاهم؟ قررنا ان احنا الاكسلريتور بروجرام والسيرفيسز بتاعتنا لن تقتصر على احنا في القاهره، بالعكس احنا هنحاول ان احنا نعمل وين وين كولابوريشن مع اليونيفرسيتيز. It started off with منصوره يونيفرسيتي، اسيوط، then منصوره، and finally this term it launched in Alexandria. I must say in the element of success can the persons، الاشخاص في جامعه اسيوط وجامعه المنصوره وجامعه اسكندريه were very agile. انا كاني بتعامل مع a private university. The ease of doing things very collaborative, very excited. لازم هنا اشكر الدكتوره غاده لان her and her team were very agile. They were
they were happy بالايديا تعالي اشتغلي معانا yes let's create entrepreneurship hubs جوه universities وهي this is the key creating a hub جوه university again لازم الوولز بتاعت اللي حوالينا اللي احنا professors وبنعمل بس R&D لازم تتكسر الوولز دي open the universities have to open to the community has to come in and they have to innovate جوه الجامعة مع professors ودي كانت الفكرة اللي احنا ابتدينا to launch what did we do for policies nothing we are hoping in اول ما يبقى عندنا parliament we're going to create a committee and hope to work on the regulations and policies اللي هتساعد قيام الايكوسيستم ده what did we do for financing resources actually we are launching a fund soon a VC fund and we are trying to enable الناس اللي هم بيسموهم angel investors او VCs we're trying to attract ال expats المصريين اللي هم موجودين في سيليكون فالي عشان يجوا we're working on it so how do we spearhead entrepreneurship what did TEEK do to spearhead the entrepreneurship ecosystem Well, we have the three programs, the Lomal Accelerator, Startup Support, and the Globe on, we call it the Globe on Screen. And that means, بنحاول نشتغل مع المالتيناشنالز, نحاول نشتغل مع programs خارجية برا, عشان يحصل knowledge sharing. نتعلم منهم, we customize, ونحاول نطبق ده على اللي عندنا هنا. This is our biggest accomplishment we feel this year. ده برنامج الاكسلريتور. برنامج الاكسلريتور هو لقينا لان الافكار اللي دخلنا على الانكيوبيتر او البيزنس بلانز ار فيري بور. طب نعمل ايه؟ قلنا اوكي هنعمل 10 اسابيع اي حد عنده ايديا ويل تيك ات فروم ايديا تو بزنس بلان فروم ايديا تو بيتش and from idea to proof of concept slash prototype حسب هو الايديا بتاعته هاو يعني تقيله قد ايه. يعني ايه يعني بياخد في 10 اسابيع ازاي يحول الفكره دي هي لدراسه جدوى قويه بزنس موديل ماتشور بنديله التكنيكال سبورت اللي يساعده انه هو تو انه يطلع بروف اوف كونسبت او بروتوتايب وكمان بنعلمه حاجه مهمه جدا انه هاو تو بيتش الشباب طالعين من الجامعات البابليك سكولز ما بيعرفوش بيتشو مش برزنتيشن از ان برزنتيشن بس بيتش بيتش سريع زي 30 سكند بيتش دقيقه لو انا بسموه اليفيتور بيتش او 5 مينيت بيتش او 10 مينيت بيتش لما اكون واقف قدام انفستور اقول ايه وما اقولش ايه all of this is taught في المرحله دي السكسس جاء من ان احنا لقينا ان البايبلاين لما بيطلع بقت الافكار احسن بكتير السكسس ريت از 20% يعني احنا تقريبا بناخد في الدوره بتتعمل 3 مرات في السنه 10 شركات تقريبا 20% يعني 2 من كل 10 بي كونتينيو ان هم يكملوا ودي this is a good success rate لقينا اما تواصلنا مع بقيه الايكو سيستم لقينا ان اللي بيطلع من عندنا يا اما بيدخل انكيوبيتور بتاعنا احنا يا اما بيدخل انكيوبيتور بتاع اي يو سي او بيدخل الانكيوبيتور لمصر الخيرجس and this in itself is a success the fact ان الايكو سيستم يكون كله متعاون ويكون حد بيكمل حد this is very important so what did we do we decided Cairo is not enough. Our strategy for 2020 is to have an accelerator in each and every one of the governorates. لازم كل governorate, كل محافظة يكون فيها accelerator. We started off with Asyut, as I said, and Mansoura and Alexandria. We now graduate a total of 241 entrepreneurs. We have 89 teams. Of these teams, I'm very proud to say, عندنا 4 international awards. عندنا ناس سافروا for the Intel challenge in Berkeley, and they came out second. Idea to prototype in Brazil. مجموعة من البنات حاجة من المنصورة يعني حاجة زي الفل وراحوا وتنافسوا and they won ف plus in innovation awards so far we don't have any investor deals ما خدناش funding من investors بس الانفستور جم وقعدوا معاهم that في حد ذاته is خطوة ان الانفستور يكون حاطط ايد عينه على حد ويقول ده شكلهم كويس انا هقعد وراقبهم this is an important خطوة في المرحلة دي then Startup support. This is another thing that we do to our for our startups. هنا احنا مش بنتكلم بقى دلوقتي على اول البايبلاين وعندنا انتربرينور صغير مش عارف يروح الايديا بتاعته فين نو احنا دلوقتي هو طلع من الايديا فيز دخل على الانكيوبيشن احتضن طلع بس ستيل اوكي I'll go very fast اوكي no problem اوكي okay.
the presentation will be there, so I think you can go through the presentation and find out ايه اللي احنا بنعمله في الستارتاب سبورت. بس انا I will highlight حاجة مهمة قوي، لان احنا اول ناس نعملها ما معناه soft landing program. احنا دلوقتي بنساعدهم ان هم يروحوا على بلد اوروبية لي سنتر زي السنتر بتاعنا part of our network and funded by us عشان يفتح هناك ماركت، بدل ما يروح ما يبقاش عارف ايه الماركت الداتا يعمل ايه. we call it soft landing، يعني بنخلي landing soft شويه and we support this. This is our vision for the next 2020. We want to create 320 startups. Lead 320 because we are now 32 governance, 10 per government. We know it's the standard bar is very high, but we dream. We are dreamers. We're dreaming, and by 2020 we'll have 320 startups as strong as Facebook. Yes, why not? It's a dream. These are some of our partners that we work with. We try to work with everybody in the ecosystem. Finally, I'd like to close with this very, very important slide. اللي احنا تعلمناه في الثلاث سنين, it was all self-learned by the way, and we did it the hard way. And what we learned is that we can't work alone. It doesn't work alone. It only works by creating the hub, by working with the community, working with the universities, working with the investors, working government with its policies. كله لازم يشتغل مع بعضه عشان نcreate what we call a hub. A hub جوه university or the bigger hub which is in Egypt. And this is what I think the lesson that I would like to leave you with. Thank you very much. Monsieur